مهمتك؟ تزوير سيدي. شو وقت بديت عمليات التزوير؟ سيدي سنة 2019 اشتغلت بشركة وبالشركة طلب من عندي أقيم دعاوى كيدية على أشخاص. شنو عمليات التزوير قمت بيها؟ سيدي صكوك. قمت بعمليات تزوير صكوك. كانت أول عملية سيدي قيمة الصك 450 مليون على شخص اسمه علاء. واثنين ولدوا وياي سيدي بالمحكمة، أخذوني يم القاضي سيدي وخلوني أحلف زور يم القاضي سيدي. حلفت ونزلت وصدر أمر القبض بحق المدعو علاء. شقد قاضيت على هالعملية؟ $50 سيدي. والعملية اللي بعدها؟ سيدي العملية اللي بعدها طلب من عندي محمد صاحب الشركة، قال تقيم دعوة على شخص اسمه إياد. رحنا جبنا صك وملان يا وقع يا سيدي عوني المتهم الموقوف وياي نفس الدعوة. وكان الصك قيمته 238 مليون. ودخلني القاضي سيدي وقسمت أمام القاضي قسم الزور. شقد قاضيت على هالعملية؟ سيدي $2,500. والعملية اللي بعدها؟ سيدي العملية اللي بعدها كنت قاعد بالشركة وجا ولد اسمه محمد طويل من أهالي مندلي. اجى بالشركة طلب من عنده سوي صك على شخص اسمه يحيى. صك تزوير سيدي. قيمة الصك سيدي 160 مليون. وصلنا للمحكمة، دخل الجو سيدي يم القاضي، قسمت سيدي أمام القاضي وطلعت. شقد قاضيت على هالعملية؟ $2000 سيدي. مين؟ شنو آخر عملية تزوير قمت بيها؟ سيدي آخر عملية تزوير قمت بيها اتصل بي المتهم فرح الموقوف وياي السيدي، قال أنت وين؟ قلت له بالكرادة. قال تعال أكو بنية واحد تطلب واحد 10 دفاتر، تعال عليها نروح نتفق وياها ونسوي صك تزوير بحق الولد هذا. خابرة غياث جاني، جانا غياث رحنا لها المنصور. قاعد غياث قال انا حقي علي، قال انا اعطي حقك وحقي مسك علي. قالت له اوكي. بالاثناء اعطيت العقد الشخص اللي محتار عليه اسمه حيدر واعطيت التوقيع. قالت له قالت انا محتار عليه ب 450 مليون. رجعنا انا وغياث اخذنا الصك ورجعنا غياث للمتهم عوني. شنو دورك ويا المجموعه الملقى القبض عليهم؟ انت تربطني علاقه وياهم بالشركه. شلون كنت تحصل على توقيع الضحيه؟ كانوا هم يجيبون التواقيع بحكم تعاملاتهم بين التجار اللي وياهم. من اي معامله طلع التوقيع، سهل توقيعهم. شلون كانت تم عمليات التزوير؟ كانوا يجيبون الشيك فارغ والاسم والمبلغ المراد كتابته بالصك والتوقيع وانا اكتبه. فقام عوني بكتب الصك وتوقيعه ورجعنا للمنصور. قعدنا بالاثناء قاعد اعطيكم $10,000. انطت الفلوس لغياث. بهالاثناء من طول الفلوس قامت القوات الامنيه قبض علينا.